كثير وصاحبته بحليهم قديش 100 قرش يخي 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 يا عشبوني اللي خسر يعني اللي معاه يا اخوي انت تحكيوا عليا وينك عزت لا لا مزح وينك يا اخي شو بكش بتلح صحة 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 يا اخي زارة بعرف باني باني بامريكا صح مش عاملوا برفا جديدة ودي كوتش شو ما عادش عليهم بك يا اخويا كثامر ممستو مرك وعبد وين يشوفوا يحسوا روحه باش مفلط لكن ولك سالوني انا نعرفه يا ودي شبيه تحكي عليها الرشد هذا الرشد سويك يا اخي سلام على السلامه يونس زاربي ما خمشو ايش فيك ايش فيك ايش كامل دي يا ابي بابا ربي يبر ايش فيك يا اخي مثل ريكي ايش فيك جاي 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 انا خليه هو صاحبته يعمل اي موضوع يا اخي قد يقدم اصحابك يا رواقي لا ظن يا بني والله ما نعرف باي ترى غنسك والله على السلامه باب الحال طيب سلام باب ليش زاوية سيدي محرز منين زاوية كل ما زادت ما تبعش تعاود على هنا تمشي على اليمين وتروح على اليسار تلقى مقابلتك ربي يسترك تبارك على بنيتك ام العاد ربي يخليك بابا تحاج بحاجه انا ربي يسترك ديما لهنا يا احمد ديما لهنا يا رواقي لا ظن يا بني ايش نشبك الله يهدك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بيه بيه انا سالها في صاحبي ومشي جي وتونجي كاي يوجي يوجي هاي يا باري حومة يا اخونا دي وينك لبس شنعالك يا اخي لبس عليك الحمد لله اسمعني تعرف البارح في سونترفيل ما لحدش متعليك طرف لتبراكيت منعت منها بسيف كيفاش ملا لبس الدار عمدولة يا اخي ترى بارتاجي لحظة بارتاجي اخويا مالا لا هكا تو غرك مريق الياسر يرحم والدي وهي 20 موت باس من 1 ل 9 يا الرز مالا لاباس الدار حومة الحمد لله يا اخي يستر الحمد لله الحمد لله ترى بارتاجي لحظة بارتاجي لك اصل تو معناها ضربنا التليفون صايمين تلف وكتك باش تشري التيكي باش تخص بها فورفي ها التليفون طيح شارت وش عملنا وجا مليح هاي سيدي وحوجتني كل ميساج بتاع 70 ميجا اش تحبي نعمل اي شبيك عملتهم الكل صحاح حوم قلت لك بارتاجي لي قد ما بارتاجيت لك عطيتك انترنت انت حط لي نت لاباس هذيك لي نت ربي سيد اقعد فيه شباب بابا مش لازم نتابع فيهم نتكيف وخماش الزوز
انا مسيبها بديني للاخر. ول 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 برا تضرب فيها كيكه. اه ذي نسقط عليه نسقط عليه تو. ايش يا صاح؟ تليفونك والليناد والفلوس وبك الدخان نتاعك في سري مزروب عندي ما نعمل تحكي معايا حتى موضوع فيسة فيسة فيسة. امشي 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 التليفون. امشي 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 علي 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 وخيك هذي حرام اللي تعمل فيه انتم اخوه مع بعض. كيفاش باش نعيشوا في تونس؟ كيفاش باش نحسنوها تونس؟ سامحني عبد الله احنا وخيك نضيفكم على قاع والله يفتحوا معاك. هذي باش يسكت عليه تو لاقيه طول طول. هاي جزاء ليناتك وتليفونك وبك الدخان وديني مشي 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 الشاي هيتو الشاي ايش بتعاد صح مش تدوين معاك عندك شاي شناوة ثو شناوة ثو شناوة شفيه ستوش ومش نرمال مش نرمال مش نرمال مش تعريف كرمي لحظة دم فيها حمق برا ما شارعت عندي خبرش عنا للدوين